المصدر الثاني اسمه اسم المرة، يعني اللي بيدل على حدوث الفعل مرة واحدة. ازاي يعني يا أستاذ؟ زي كلمة مثلا ضربة، زي كلمة أكلة، شربة. واضح ان هم واخدين شكل ثلاثة واحد، ان هم الثلاثة على وزن بالضبط فعلة، صح؟ الله، يعني انا لما اقول لك طلع اسم مرة تدور على كلمة على وزن فعلة. ما فعلة؟ يعني ده ضربة وأكلة وشربة، ديت اسم مرة. أو بمعنى أوضح، دور على مصدر صريح في تاء تأنيث. ازاي؟ بص، المصدر أصلا كلمة ضربة لو أنت حللتها جاية من الفعل ضربة، صح؟ طب والمصدر الصريح من ضربة إيه؟ ضربا، مش كده؟ وزودت له على إيه؟ ها؟ كل اللي أنا عملته زودت على تاء إيه؟ يعني اسم المرة في الآخر، القانون اللي هطلع بده مهم قوي، يساوي إيه؟ يساوي المصدر الصريح زائد تاء تأنيث. أنت متخيل المصدر الصريح؟ شوف معايا أستاذ في كل حاجة إزاي، بسألك هو سيد المصادر. يعني استعنت بالمصدر الصريح في المؤول، صح؟ لما بتحول المصدر المؤول صريح، حتى المصدر الصناعي لازم يدي معنى المصدر الصريح، حتى المصدر الميمي لازم يدي معنى المصدر الصريح. بس طب ما يسهل قوي، لو انا بقى عايز اجيب المصدر الصريح من اسم المرة، اسف، من كلمة، هعمل ايه؟ هحط له تاء تأنيث بس. مصدر الصريح زي تاء تأنيث. يعني مثلا كلمة زي كلمة وجد، كلمة زي كلمة مثلا نصرة، نصرة نصرا، تبقى نصرة. كلمة زي كلمة دعا، دعوة، تبقى دعوة. ما هو ماشي كده، صح؟ انا عايز يعني اشير لك لمشكلة، بس خليك معايا. بس احنا ماشيين نصرة نصرا نصرة نصرة، صح كده ولا او نصرة، صح؟ طيب ما هي دعا، لو جبت منها المصدر العادي الاقي دعوة، ولو زودت تاء التأنيث تبقى شكلها غريب جدا، دعوة تفن، مش كده؟ ده مستحيل. في الحالة ديت لو لقيت المصدر الصريح اللي عايز تضيف له تاء تأنيث، في تاء تأنيث، يبقى ما تحطش تاء تأنيث، تحط كلمة واحدة. الله، يعني في طريقة أخرى لصياغة المصدر المرة، إنه يبقى عبارة عن المصدر الصريح زائد كلمة واحدة. يعني في طريقتين مش طريقة واحدة. اسم المرة يحصل عليه بإضافة تاء تأنيث للمصدر المذكر، وإضافة كلمة واحدة للمصدر المؤنث. وهي دي حتة الامتحانات بقى. أقول لك إيه؟ هات اسم المرة مثلا من استقامة. يجي الطالب والاستقامة، أقول له غلط. ليه يا أستاذ غلط ليه؟ لأنه لازم تحط كلمة واحدة، لأن المصدر مؤنث أصلا. استقامة المؤمن استقامة واحدة. طب أقول لك هات المصدر، هات اسم المرة من كلمة مثلا نصرة، تقول لي نصرة واحدة. غلط. ليه؟ أنت جبت واحدة ليه؟ أنت مش محتاجة كلمة واحدة. إذن وصف المصدر بكلمة واحدة له ضرورة، إذا وجدت وجدت، وإذا انتفت انتفت. لو حطيت كلمة واحدة وأنا مش عايز أعملها لك غلط، ولو ما حطيتش كلمة واحدة وأنا عايز أعملها لك غلط. فهمت؟ كل ده معتمد على إيه؟ على معرفة المصدر الصريح هو مؤنث ولا مذكر. أستاذ طب أنت قلت لنا مثلا جلسة، المصدر منها إيه؟ جلوس، تبقى جلوسة. لا، لو لقيت الثلاثي هيطلع عن فعلة، رد الفعلة. يعني الحتة دي احنا ليه عاملين له وزن؟ ما احنا كنا ممكن نقول بقى كله زائد تاء تأنيث وخلاص، او زائد كلمة واحدة. احنا عاملين له وزن عشان المصدر اللي يشل عن فعلة نرجعه الفعلة. يعني جلسة مش جلوسة بقى، جلسة جلسة، قعدة قعدة، وهكذا. فهمنا ليه ايه وظيفة فعلة ديت؟ اسم الهيئة،
يعني ايه اسم الهيئه دي؟ انت تعرفه من المثال. اسم الهيئه زي جلسه. جلسه يعني ايه جلسه ديت؟ اقول جلسه المؤمن جلسه المتواضع. طيب مشى مشيه المغرور، اكل اكله الجائع، نام نومه المرهق، قفز قفزه القرد. بقى ايه كده؟ انا بعمل ايه كده في الامثله اللي فاتت كلها بجد؟ بوصف شكله صح؟ عشان كده سبوه يا اولاد اسم هيئه. اذا اسم الهيئه على وزن ها فعله، يعني هو تقريبا اسم المره بالظبط مع كسر الاول. استاذ بستخدم كلمه واحده بقى؟ لا ما بستخدمش كلمه واحده، انا بستخدم كلمه واحده بس مع مين؟ مع المره. لكن الهيئه ممنوع استخدام كلمه فعل واحده حتى لو كان اخر المصدر تحت انيس، لان مش هتعمل لي مشكله. انا اصلا هي دي جايه على وزني على طول ايه؟ فعلا. يبقى جلس جلسه، قعد قعده، اكل اكله، وهكذا. ديت دلاله على شكل الفعل، عشان كده سموه اسم الايه؟ الهيئه. يبقى مصدر الهيئه برضه ساعات بيسموه مصدر الهيئه اي اسم الهيئه. لو من غير الثلاثي برضه بيبقى دايما وراه مضاف اليه كده يوضحه، يعني استغفر استغفاره الخاشع، مش معناه استغفاره واحده. اصل بقول استغفر استغفاره يبقى واحده صح؟ واستغفر استغفاره الخاشع معناه كده ان انا بوصف استغفرته. تعالى سؤال كويس، جه في امتحان من الامتحانات قال له استقام المؤمن استقامه، استقام المؤمن استقامه واحده، استقام المؤمن استقامه الانبياء. قال له فرق بين معنى كلمه استقامه في الامثله الثلاثه، اقولها تاني علشان نركز. استقام المؤمن استقامه، هذه جمله. الجمله الثانيه استقام المؤمن استقامة الخاشع، أدي الثالثة استقام المؤمن استقامة واحدة. الأولى اللي هي استقام المؤمن استقامة دي مصدر صريح، استقام المؤمن استقامة الخاشع دي هيئة بتوصف شكل الاستقامة، استقام المؤمن استقامة واحدة دي مرة. فدي من السؤال الجامع اللي بيجمع الثلاثة مع بعض، اسم المرة واسم الهيئة والمصدر الصريح. طبعا ايه فايدة المصدر الصريح؟ بيأكد. لكن ايه فايدة المرة؟ بيدل على عادة الحدوث. فايدة الهيئة بيصف فايدته، فايدة المعنى. ده عن المصادر.